بخصوص حمزة خابة. كان عندي اتصال بكل أمانة مع السي عزيز البدراوي رئيس فريق رجاء الرياضي السي عزيز البدراوي، وسولته قلت له ودي حسب الأخبار اللي كتتكلم الآن وشي كيتكلم على أنه راه حمزة خابة فسخ العام، حمزة خابة غيمشي، انت غدا غتمشي في الطيارة الكويت، غتمشي باش تلاقى مع الفريق الإدارة ديال النادي وما إلى ذلك من الأخبار. فشنو هو الصحي وشنو هو الصحيح بخصوص هذا الموضوع هذا؟ جاوبني، كنعاود نشكر السي عزيز البدراوي على التواصل ديالو وتكلم معايا وقال لك ودي حنا أو إدارة فريق الرجاء الرياضي لا تتحمل المسؤولية. علاش؟ لأن قال لك حنا جا عندنا الوكيل ديال اللاعب وجا اللاعب وقال لك هالوثائق ديالي سليمة، أنا راه ما غنلتحقش بالفريق الكويتي لأنه عندي واحد البوند وعندي هادي وعندي هادي وعندي. فحنا كإدارة ديال نادي الرجاء الرياضي محتاجين لاعبين من هاد القيمة من هاد الكاليبر اللي يمكن أنه يعطيو إضافة للرجاء. فتكلمنا معاه، ناقشنا معاه العقد، توصلنا لاتفاق وتم توقيع العقد. لحد الآن أمور واضحة. علاش؟ لأنه كيقول لك ودي أنا بالنسبة لي لا الوكيل ديال اللاعب ولا اللاعب جابوا المسائل ديالهم مضبوطة، كيقول لك ودي حنا ما عندنا حتى مشكل، احنا هادي توقعنا معاه. دونك هنا كيقول لك أنا كإدارة الرجاء لا أتحمل جزء من مسؤولية أي شيء. بدأت الأمور كتمشي هكذا، الفريق ديالو راسل باش انه يستافد من خدمات اللاعب ديالو، كيقول بانه هذاك اللاعب هو ملك ديالي وماشي ديال اي نادي اخر، وما عند الحق حتى واحد يتعاقد معاه لانني انا خديت البطاقه الدوليه ديالو من الفيفا. سبق وراسلوا للجامعه والجامعه قالت لي مودي انا راه اللاعب لحد الان راه في الرجاء، وهما مشاو سابقوا الاحداث وبين ان على ذاك العقد المبدئي. وهنا في كنقول وقلتها هنا في البرنامج اللي تذكرته، قلت لهم ودي راه خابه موقع عقد مبدئي، وعقد مبدئي راه عقد مبدئي. ف قال السي عزيز البدراوي انه حاول جاهد على انه يلقى حل مع الاداره ديال الفريق الكويتي باش انه يستافد من خدمات حمزه خابه، وتكلم مع خابه وكذلك الوكيل ديالو وتكلموا. فكان مقترح ديال ان النادي الكويتي يشوف او يعين شخص اللي يكون نائب على الاداره ديال النادي، وبالمقابل إدارة الرجاء الرياضي تعين شخص ليتكلم بلسانها ويتلاقاو ويلقاو حل. فعزيز البدراوي قال لهم ودي أنا جاهز، ما نعين حتى واحد، أنا نجي عندكم ونتلاقى مع أي واحد فيكم ونلقاو الحل اللي يمكن أنه يرضي الجميع. فمن بعد تبين أن الفريق متشبت باللاعب وكيقول بأنه أنا باغي اللاعب ديالي. جاء عزيز البدراوي جالس السي حمزة خابة والوكيل ديالو وقال لهم ودي ها الواقع أشنو فيه؟ انه راه نتوما راه كاين هكاين راه ميمكنش وميمكنش يلعب اي نادي مغربي لحد الان، ولا اي ميمكنش يلعب اي نادي لحد الان من غير الفريق ديالو، لانه عنده هو الوحيد اللي عنده العقد وعنده الصلاحيه ديالو. فوصلوا للحل اللي وصلوا لي انه السي البدراوي طلب من اللاعب انه يلقى هو الوكيل ديالو حل وباب الرجاء مفتوح ليه. الى ما لقاش حل فكان هذاك العقد اللي توقع ما بين الرجاء وما بين حمزه خابه تعطات واحد القيمه ماليه للخابه، فقال لي انه يرجع المسائل الماديه للنادي واللي هي شخصيه ديال السي عزيز البدراوي من ماله الخاص، وبعد ذلك اللهم يسر. وقال ايضا عزيز البدراوي انه جالس ايضا السي فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء الرياضي وسولو قال له ودي حمزه خابه كاين مشكل، واش بالنسبه لينا الا مشى واش غيتضرر الفريق او غيتاثر الفريق؟ فالبنزرتي قال له ودي في حضور اكسيل ماي وكذلك من جديده ما عندناش مشكل زعما الا ما كانش خابه مع النادي، طبعا هو اضافه ولكن الا ما كانش مع النادي عادي لانه عندنا لاعبين اللي يمكن انهم يقدروا يمشوا او ياخذوا بزمام الامور ويقودوا الرجاء الى داك الشيء اللي كيتمناه اي واحد. فهاد الشيء هذا طبعا لحد الان هو اللي كاين. قال لك اودي بقاو معايا باش نعرفوا لان كي ناخذوا شي ربما
نكون كاين شي مستجد الان معنا نشوفوا لانه انا مازال كنتواصل ربما كاين شي معلومه اللي نقدروا ناخذوا حتى الوكيل ديالو السي سمير فلاح اللي جاوبنا حنا كنتواصلوا الا بغى يدوز معنا رانا ندوزوا ونسمعوا داك الشيء شنو كاين دونك لحد الان امور ما كاين حتى شي حاجه ما كاين لا فسخ ولا اي شيء كاينش فسخ العقد لحد الان ما كاينش فسخ العقد مازال كيتسنى ان الوكيل ديال اللاعب ولا اللاعب كذلك يلقاو حل الا ما لقاوش حل فغادي يجيو يجالسوا اداره الرجاء وغيردوا المسائل الماديه باش يمكن ان تكون الامور واضحه على العموم انا الان كنتسنى انه ربما يقدر يجاوبني السي سمير فلاح انا غادي نتكلموا معاه ويناقش معنا الامور ديال اسمحوا لينا باش ناخذ الامور من المصدر هادشي اللي سمعتو خدناه من عند السي عزيز البدراوي ولكن لا مانع اننا نسمعو حتى لاجون ديالو شنو غادي يقول لنا بخصوص هذا الامر هذا نشوفو السي سمير فلاح الى جاوبنا راه يناقش معنا الموضوع دونك اذا هذه هي مستجدات حمزه خابو نتمنى انه الا كان معنا السي سمير فلاح باش يتكلم معنا طبعا على هذا الموضوع هذا باش طبعا نتمنى ان السي سمير فلاح يتواصل معنا لانه بدون سابق انذار وحتى انه زعما ما عمرني تلاقيت معه ولكن نتمنى انه الا كان عنده الوقت يجاوبنا السي سمير فلاح مرحبا مرحبا اخي سي سمير انت مباشره في برنامج تاكتيك على اوريزون تي في مع ديره ما علمتك ما خديت رونديفو باش تدوز معايا ولكن نتمنى لك كان عندك وقت تعطينا توضيحات بخصوص حمزه خالد مرحبا اخي مرحبا شكرا جزيلا شكرا على التواصل ديالك شكرا هذا لطف منك سي سمير يمكن انه كلشي كيتكلم دابا على حمزه خابه فسخ العقد ما فسخش العقد سبق وقع عقد من قبل هو المشكل هنا بغيت توضيح من عندك وبغيت صوره حقيقيه للوضع ديال حمزه خابه الان بغيت توضح فيما يخص فسخ العقد ولا بغيت توضح الصوره الاجماليه لا اعطيني فسخ العقد عاد نجيو الصوره الاجماليه شنو كاين بالنسبه لفسخ العقد باش نكون معك واضح لحدود الساعه لحدود المكالمه ديالك ما كاينش فسخ العقد لانه مازال الورقه تحررت باش نكون معك صادق ديال فسخ العقد ولكن مازال ما تصدقش لها من طرف السلطات المحليه هادشي اللي قلت لهذا يعني حتى حاجه ما هي لحدود الساعه ولكن كانت جدا اليوم مع السيد الرئيس سعيد البدراوي وتفاهمنا على مقتضيات ديال فسخ العقد بطريقه حبيه مع سعيد الزخابه والامور غاديه في طريق ديال فسخ العقد باش نكونوا صراحه ولكن بالنسبه للرسميه الرسميه مازال ما كاين حتى شي حاجه بصراحه هادشي اللي قال لي السي عزيز البدراوي انا تواصلت معه وقال لي لحد الان ما كاينش حاجه سميتها فسخ العقد ولكن يمكن ان غدا في هذا الاتجاه سي سمير يمكن ان كلشي كيتسائل زعما شنو السبب اللي خلى الصفقه تكون بهذه الطريقه ولا توصل لهذا المشكل ان صح التعبير ما نسميش مشكل ولكن مشكل ايفيكتيفمون ما خصناش نعطيو هذا الهاله اللي اختفت بزاف هو كان المشكل باش نكونوا واقعيين في هذه النازله كان المشكل اللي كان هو ان سي حمزه خابه كان وقع عقد مبدئي ولا اتفاق مبدئي مع نادي العربي التونسي وفي نفس الوقت كان هناك تردد فيما يخص الالتحاق بفريق العربي الكويتي لظروف عائليه راه تم سردها مرارا وتكرارا في التدخلات ديال اللاعب ولا في التدخلات ديالي انا جا العرض ديال الرجاء البيضاوي اللي ما كانش عرض ديال الصيف العرض ديال فريق الرجاء البيضاوي راه عنده واحد سنتين حمزه خابه كان غادي يلتحق فريق الرجاء البيضاوي انتقالات الشتويه وكان فريق الرجاء البيضاوي في العهد ديال الرئيس السابق قدم عرض رسمي فريق الاولمبيك اسي الى ان فريق الاولمبيك اسي نظرا لحاجته لخدمات ديال حمزه خابه كان رفض العقد يعني هذه القضيه ديال انتقال حمزه خابه كانت مساله وقت ليس الا وحتى الرغبه الجامحه ديال اللاعب هي اللي خلاته انه يقبل ديال العقد العرض ديال فريق الرجاء البيضاوي وكانت هناك عروض اقوى من النوادي المغربيه بلا ما تكون النوادي اللي على برامجي من النوادي المغربيه بدون ذكر الاسماء احتراما للانديه ولكن الرغبه الجامحه كما قلت لك ديال حمزه خابه اتجه العرض ديال فريق الرجاء البيضاوي الرجاء البيضاوي اخر خطوه ليه تقدم بطلب لاسيدي اللي هي شهاده الانتقال الدوليه للنادي العربي اوتوماتيكيا وحاجه عاديه رفضها باسكو كيتشبت بان اللاعب ديالو وهذا من حقه
ولكن فريق رجاء البيضاوي كانت مازال قدامنا واحد الطريق اخرى ممكن نسلكوها، ولكن فريق رجاء البيضاوي بكل امانه ما بغاش يدخل في هذا الديتاي، ما بغاش يدخل في هذه الحيثيات، ما بغاش يدخل في هذا الصراع كاع اللي تمنى نسميوه صراع، باسكو غادي يتسجل الفيفا ودوالي بين الفيفا راك عارف شنو كاين. وهذه القضيه هي ديال انه زعما واش راجع يدخل معاكم انه تبعوا الملف لابعد مدى، وبعد ذلك القرار اللي جا غتكون يعني ما بينكم وما بين الراجا. باش نكون معك صريح، هذا هو حتى في التدخل ديالي عبر اذاعات احدى اذاعات ديالنا الاهليه، انا كنت قلت انه اذا ما كانش تراضي وداك الشيء فات وداز بصيغه حبيه وديه راه كيبقى المتجه الواحد هو انك تمشي للفيفا. هذه الطريقه هذه ما خرج البيضاوي كان حفظ ما بغاش يجي ليه، كيقول على حسب الهضره ديالو على حسب داك الشيء اللي وصل له ان دوك الناس اللي في الكويت غادي يربحوه، وخاف ان تكون عنده ديك صفه تضامنيه مع اللاعب لانه هو غادي يدخل طرف ثالث النزاع، وخاف من حقه كان بانه كما نقولوا يجبد يديه كما كنقولوا من الاول. والغريب في الامر اخي العزيز هو ان اللاعب مسكين هو اللي كان غادي ياكل العصا باش نضرب العافيه باش يشبع من الناس، اللاعب هو اللي كان غادي ياكل العصا، باسكو القانون واضح اذا كان اللاعب غادي يخسر ديك النزاع ديالو مع نادي العربي الكويتي القانون واضح راه كيتوقف واحد المده اللي كتراوح ما بين 4 شهور حتى الى ما يزيد عن ذلك، وكتكون عنده واحد الغرامه ماليه بالقيمه وبالحجم ديال ذاك العقد اللي كان وقع مع نادي العربي الكويتي. اما نادي الرجاء البيضاوي راه غادي تكون عنده الامور ماديه، اما اللاعب هو اللي كان غادي يتوقف وكان غادي ياكل العصا بهذه اللغه نقولها بكل صراحه. الحب ديالو لفريق الرجاء البيضاوي وكيما قلت الرغبه ديالو الجامحه في يعني في انه يحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي هي نفس المغامره بالنسبه لي. انا غير بغيت نوضح لك واحد النقطه هو انا شخصيا ما كنتش على عين العقد المبدئي الا في اخر لحظات، لانه بكل صراحه وكيما قلت في الاذاعه ان العقد ماشي لا يوازي الامكانيات، ولكن العرض كان النادي العربي الكويتي كان عرض عادي ماشي عرض كبير، راه الظروف اللي كان مر منها حمزه خابه اخر جولات الدوري الوطني هي اللي خلاته ياخذ هذا الموقف هذا وخلات انه يوقع ذاك العقد. نعم لا واضح الفكره بكل امانه، زعما كنشكرك على التواصل لانه قليل كتلقى شي واحد كيتواصل بهالطريقه ووضح الصوره كما هي. دونك لحد الان التوجه العام هو انه غالبا غيتم فسخ العقد مع فريق رجاء الرياضي. واش يمكن انه انت غتكون ادرى ولا عارف هذه الامور، واش غيمشي غيلعب حمزه خابه للفريق الكويتي لانه كيقول لك عنده 5 ديال الاجانب دونك ما كاينش مكان حمزه خابه، او غيتم اعاره ديالو لنادي اخر؟ باش معاك نكون صادق، انا تواصلت مع الوكيل التونسي اللي كان دار هذا العقد مع النادي العربي الكويتي، وكان عطاني واحد المقترح انني نشتغل على واحد اللاعب، صح لي واحد اللاعب من دوك 5 الاجانب اللي كانوا وقعوا معه على اساس انه يمشي اعاره لاحدى الانديه المغربيه. قلت انا هذا الموضوع ما كيعنينيش، ولكن اذا كانت شي حاجه شي رغبه من النادي وطالبين ذاك البروفيل ما كاين حتى مشكل نقدر نساعد معاك في هذا الاتجاه، ولكن بالنسبه لي انا ماذا انتم كتقولوا حمزه خابه نادي العربي الكويتي، يعني نادي العربي الكويتي هو اللي كيتحمل المسؤوليه. نعم واضحه الفكره. كنسمع هضره كبيره وكثيره سي سمير وسمح لي بزاف تقدر الله يحفظك، كنسمع هضره كثيره لانه حقا سيتم اعاره ديالو وربما توصل ب طالب من اداره فريق الوداد على انه يكون فيها وفرق اخرى، هذا الامر صحيح؟ انت كتقول لي سمعت انا لا شوف دابا انت غتعطيني الرسمي دابا انا سمعت انا شي كون ما قلتيش معايا ما غنقولهاش، ولكن ملي كاين انت غتوضح لي اخي. شوف انا هضرت معايا وكلمت معايا بدون ما تعجبني كيف ما قلت وي اتفق معك وانا من عادتي انني ما كنجاوبش على اي رقم، ولكن سبحان الله غنجاوب فيك ما عرفتش شكون بالله. الله يحفظك. انا ملي ما تكون في حاجه رسميه راه ما نقدرش نسول. شوف سامي انا ما جاني لا اتصال من نادي البيضاوي ولا من اللاعب اللي كاين فيه ولا كاين هذه المعلومات. نعم. والساعات القادمه غادي تشوف سي سمير، شكرا بزاف ولك مني كل الاحترام بكل امانه لانه بدون سابق شكر موصول والله العظيم، لان انا كنقولها دائما كنقول قليل فكنلقى الناس اللي كتواصل الحمد لله، فانت دوز سي كوره وعارف اش كاين ما لقاش معك مشكل. احنا هذا الميدان يا اخي باش نعطيك واحد الاشاره يعني هذا الميدان كنا له على الحب وبغينا نخدموا الوطن.